بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من أخوكم عمر من قسم الصيانة الميكانيكية. سنقدم لكم في هذا الفيديو إن شاء الله كيفية ضبط توقيت شرارة للبواجي من الدلكوع الموزع الإلكتروني الذي لا يعتمد على البلاتين أو بلاتينوس. نقوم بنزع فلتر، يعني أنا قمت بنزع سواقا فلتر الهواء. ثانيا يجب على اسلاك ربط البواجي ان تكون يعني مربوطه بشكل صحيح، البوجي الاول يعني في الاول والثاني في الثاني والثالث والرابع، يعني اسلاك الربط ان تكون صحيحه. ثانيا يعتمد يعني توقيت الشراره على، وفي الحقيقه يعتمد على اشاره او الروبر موجود هنا في الاصل، يعني على الروبر ان يكون 100% هكذا مضبوط. ويعني تاتي يعني قليل من الافونس او الروتر، يعني تاخير الشراره او تقديمها على حسب احتياجات. سنقوم بتشغيل المحرك لنتاكد. بسم الله. إشارة موجودة، نعتذر عن الصورة، عدم وجود الصورة، يعني هذا هو، لكن نحن نقوم ب يعني الروتر، يعني تأخير الشرارة، هكذا أحسن، وهكذا يعني تقديم الشرارة قد يفتح المحرك، ازتزاز المحرك، إنما كانت يعني هي هذا يعني ضبط مهم لتوقيت الشرارة، وأكد عليه يعني مهم جدا جدا جدا، زائد يعني ضبط كنت في السلطة كما نقول.